يعني طب حضرتك اتكلمت على ان الخسائر الماديه الكبيره طبعا بعدم وجود الجماهير في المدرجات بالشكل الكامل، خلينا نقول او باكبر شكل ممكن. انت شايف ايه الافكار الثانيه اللي لازم الانديه لو عايز تخرج بره الصندوق، خلينا نقول او مش تخرج بره الصندوق، ان هي افكار انت حضرتك عارفها ممكن ان هي تدر على الانديه بعوائد ماديه تقدر تساعدهم في ان هم يقفوا على رجليهم، ان هم يقدروا ان هم يعني يوفوا بالحقوق اللي عليهم لدى موظفيهم ولدى العمال والناس اللعيبه والاداريين في كل الالعاب. هو احنا خلينا نتكلم موضوع الانديه حالات مختلفه من الانديه، فيعني مثلا الحاله مثلا لو هنتكلم مثلا في النادي الاهلي فهو عنده تيم قوي جدا في موضوع التسويق وعارف يجيب موارد ماليه، عنده ممكن مشاكل بالنسبه للموارد في فريق الكوره او انه بيصرف في الكوره اكتر من الدخل اللي وصله، ولكن بيعوض ده بالجانب بتاع العضويات الخاصه بالنادي والترويج للنادي من خلال عدد يعني الفروع. في انديه ما عندهاش موارد خالص، صحيح يعني، صحيح يعني الاهلي دايما هيلاقي حل. الزمالك بيلاقي حل، ما عندوش حلول، بيلاقي حل، في حلول موجوده هو مش مستغلها. في الزمالك في حلول جدا سهل جدا تتعمل. لو النادي عنده صعوبات في انه يستطيع بناء فروع، يقدر يشوف اي كومباوند او ممولين كبار او مستثمرين في اي حتة في مصر ويعمل معهم شراكات ببيع اسم النادي بشكل مالي معين وباتفاقات معينة في كومباوندز في مناطق سكنية. الفكرة دي على فكرة مطروحة، فكرة الديفلوبرز او فكرة المطورين العقاريين، فكرة مطروحة. ان على فكرة الزمالك في فرع 6 اكتوبر يعني من حقه في الرخصه بتاعته ان هو يبقى فيه كومباوند سكني، يبقى فيه ديفلوبر يقدر يخش يبقى شريك، وده المشروع ده بقى ممكن يتكرر في محافظات كتير. يعني دي واحده من الافكار. انا هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا. نادي الزمالك عامل في الحدائق اللي في النادي اسماء للاعبين او نجوم قدام. دي سهل جدا ان انت ممكن تتفق، يحصل اتفاق مع رجال اعمال او مستثمرين انه اسم الحديقه دي تبقى باسم فلان ويدفع مبلغ معين لمده سنه. يعني في حاجات كتير جدا سهل ان انت توجدها للخروج من ازماتك الماليه، لكن انت جزء منها لوائح وقوانين فيها صعوبات، وده لازم نعترف بيه، ولازم القانون يبقى في صف النادي اكتر من كده ويفتح المجال لده. وجزء الاخر الفكر ووجود اداره مستقره بتقدر توجد ده بشكل كويس جدا. نادي الاسماعيلي برضو من الانديه اللي عندها مشاكل ماليه كبيره، يقدر يعمل حاجات كتير جدا. يقدر هو كان في مشروع في النادي الاسماعيلي انه يتم بعض الامور الخاصه بقطاع الناشئين واعاده هيكلتها، لكن هو مش كل الاساس ان انت تهتم بقطاع الناشئين، وان كان ده جزء كويس جدا وجزء استثماري ممتاز جدا طبعا في ظل الاسعار الكبيره للاعبين، وان اي فرصه خارجيه لاي لاعب بتمثل مبلغ مالي كبير في ظل الارتفاع الكبير في سعر العمله الصعبه. لكن كل نادي فيه الخصوصيه بتاعته وفيه الامكانيات اللي بيحاول يقدر يستثمرها. نادي الاتحاد عنده فرع جديد يقدر يعمل فيه محلات، الاتحاد عنده مول بيتعمل دلوقتي، المفروض ان يعني الاجراءات بتاعته خلصت يقدر يدخل النادي فلوس كويسه. فكل نادي، بس والله لو موضوع التشفير ده اتعمل في الاول هيخلي الانديه دي عندها بقى القدره ان هي تعين فريق تسويق جامد، كوميرشال ماركتنج تيم، يقدر ان هو يجد بقى لحاجه يخش جوه النادي يشوف يعمل اسيسمنت ويقيم الحاجات اللي موجوده وازاي اقدر ابيعها ازاي اقدر اسوقها. موضوع التشكيل ده مش عارف يعني، ما اعتقدش ان صعب، ان انا مش صعب، مش صعب 30 جنيه كل مش صعب كل مش بيت صعب بصعب مش صعب، ولكن فكرة القدرة على اتخاذ القرار هي اللي صعبة. ليه؟ فكرة الشخص اللي يطلع يقول للناس انتوا هتدفعوا فلوس، محدش هيقدر مش مفيش شخص هيمتلك من الجراءة انه يعمل كده. لازم ده يبقى قرار من الوزارة مثلا، من وزارة الرياضة. يعني لازم يبقى قرار حكومي، قرار دولة. لا يمكن من وزارة الرياضة، قرار دولة. بس انا شايفها مش صعبة بصراحة، الدولة هتبقى متمثلة في الوزارة كممثل للوزارة. يعني فهو مش صعب من حيث القبول لدى الناس،
ولكن صعب في اتخاذ القرار والقدرة على اتخاذ القرار بالنسبة للي هيطلع يقول هنشفر الدوري والناس هتدفع فلوس. ما مش اي حد هيقدر يطلع يتحمل مسؤولية هذا. والله انا اقولها, انا ما عنديش مانع يدوني انا الميكروفون اقول يا جماعة الدوري هيبقى ب 30 جنيه في الشهر, كل بيت هيدفع 30 جنيه في الشهر. على فكرة والله الناس خلي بالك انت كل جنيه بتدفعه في اي حاجة انت بتستفيد منه كمتابع وكمشاهد, مش بحاول ابيع الفكره للناس لكن انا بتكلم ان الناس عملوا كده يعني. وخلي بالك برضو انت هو يعني موجود في معظم خلي بالك يعني انجلترا فيها ناس غلابه, اسبانيا فيها ناس, مفيش دوله في العالم, كل دول العالم فيها يعني ناس مفيش دوله مفيش. يعني غير مقتدرين خلينا نقوله. لكن النهارده هو اي يورو بيدفعه او اي دولار بيدفعه او اي جنيه بيدفعه او اي ريال بيدفعه هو النهارده هيلاقي بقى ساعتها نقل تلفزيوني رايح عينيه. ما انت في برضه ما انت ماشي ما بتدفعش فلوس بس ممكن تروح بعد 5-6 سنين تعمل نظاره تصل فلوس نقل تلفزيوني, ملاعب بقى كويسه, كواليتي بتاعت الملاعب, اللبس بتاع اللعيبه كواليتي بقى اللعيبه نفسها, يطلع لك لعيبه من تحت متاسسين بشكل كويس. ففي النهايه الفلوس اللي انت هتدفعها دي انت برضه هتستفيد منها بشكل كويس كمتابع او كمشاهد. ده حقيقي. انا برضه من ضمن الحاجات اللي بالنسبه لي هاجس كبير جدا في اداره الانديه والاتحادات والكوره في مصر موضوع العمل التطوعي. لا ده كارثه. موضوع العمل التطوعي ده يعني انا نفسي افهمه يعني بجد, يعني ايه اللي خلي شخص ما يقاتل ويحارب ويفعل ما كل ما هو ممكن وغير ممكن في سبيل التواجد كرئيس نادي او كعضو مجلس ادارة او كأي شيء في مهنة مجانية من المفترض انه لا يحصل منها على اي انتفاع سوى انه يعني اكيد هيبقى مشهور طبعا. ده شيء في ناس بتاخد في ناس بتاخد الموضوع يقول لك ان ده بيخليني ابني نتورك, ان انا مثلا انا رئيس نادي كذا ان انا ببقى في باور معين ومنصب معين يساعدني ان انا ابني نتورك. ده يعني في صدقني في ناس كتير بتفكر في الحته دي, حته البي ار والعلاقات والنتورك وان انا ابني نتورك وعلاقات مع الناس. في ناس كتير بتفكر بالشكل ده لكن انا بشوف ناس ده بيأثر على صحتها وبيأثر على حياتها وبيعرضها لإهانات. خلي بالك ان انا عايز اقولك على حاجه, حته الرئاسه وان انت تبقى رئيس مكان او ان انت مسؤول وعندك قرارات بتاع فيها جزء كبير جدا في ادمان. ما انا عايز اقول لك كده يعني صدقني في ادكشن في ادمان ان انا إن اتعود بقاله كذا سنه في الحته دي الناس تقول له يا ريس الناس لا الناس بتسمع كلامه انه بيحرك الناس بشكل معين بتاع. لو الحته دي اتشالت بتعمل تاثير نفسي بشكل سلبي كبير جدا, فيفضل هو رجليه اتحطت فيها فيفضل ورا بعض مش عارف يقول. انا بصراحه من الحاجات اللي بقى يعني محيره جدا. انا برضه اتفق معاك لازم يعني لازم يبقى فيه مرتبات شهريه لكل الناس اللي بتشتغل في العمل التطوعي. هو مش هيبقى عمل تطوعي على في مرحله الاحترافيه. انت عارف العمل التطوعي ده لايه؟ العمل التطوعي ده لما يكون مثلا عندك بتنظم بطوله في شباب متطوعين جايين بياخدوا خبرات بيقضوا وقت كويس اكتسب مهارات وخبرات وتطوع. ده بالنسبه لي العمل التطوعي غير كده لا. يعني انا الموضوع ده بصراحه من الحاجات اللي انا في مصر وخصوصا انه الموضوع بيدخل في سكه ان الشخص المتطوع ده بيجي ياخد قرارات مرتبطه بمليارات الجنيهات ولا يحاسب عليها. فده موضوع برضو من الموضوعات اللي انا محتاج انه يعني اتمنى انه وزارة الرياضة تتحرك في قصة انه الشخص لو عمل مثلا في إدارة نادي واتخذ قرارات من شأنها الإضرار بمصالح هذا النادي والتأثير عليها مستقبلا زي ما حصل في المملكة العربية السعودية. خلي بالك انا خلوني حاسبه قال لك اللي هيتسبب في اي غرامات في الفيفا هي 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 هيحاسب على المشاريع, هيحاسب على الفاتوره بتاعته.